دابا شويه هي مريض شويه، ما يعني ما عندي القوى، عندي القلب شويه بدا يحيا مع السن، وليت كان يعني كبدا عندك بالبيتاسيون كما كيسميوه نتارا، و يعني العمر بيد الله، ما يعني ما ولكن باش نمشي ندير عروض ولا نمثل ما بقيتش قادر، يعني كان العمر والصحة يعني كيلعبوا دور في هذا الميدان هذا، ولكن كنكلف ولادي هما كيلعبوا كيديروا شي حاجة وريتها ليهم، وإلا كنت قدرت نمشي نحضر ما كنمشي نحضر، ما قدرتش كيمشيو هما. طلبت أنا وزارة الثقافة، بعث ليهم واحد الملف، كنطلب منهم العروض باش يمشيو ولادي يلعبوا، ولا نقدر الا قدرت نمشي مع عمر، انا نمشي ما قدرت شيء، بعدا هذوك الفلوس يعاونونا على الزمان هذا، لان ما عندي لا شهريه حاليا لا حتى حاجه. الجواب ما كاينش، يعني ما كاينش، وزير الثقافه ما اتصلش بي شخصيا، يعني مشينا باش ناخذ معاه موعد وخلينا الرقم ديال الهاتف ديال ولدي باش تاخذ لينا الكاتبه موعد معاه، سواء يمشي هو بوحده ويدوي عليا سواء نمشي انا وياه. كنتسناو الجواب ما كاين والو، يعني لحد الان ما قيمه جاو عندنا، دابا حنا كنتسناو تقريبا عام، وحنا كنتسناو السنين هادي وانا ما كناخذش دعم عند وزاره الثقافه، وانا الوحيد اللي ما كيعطونيش، ما عرفتش علاش، بلا ما نذكر السميات ديال الناس اللي كياخذوا هذا سمير كارت با، ولكن انا علاش انا منسي؟ واش انا ماشي فنان؟ انا دوزت عمري كله في هذا الميدان هذا، انا من 1955 وانا كندير الفن الى يومين هذا، وما كاين والو، ما كاين الاعتراف لا والو، وحدين اخرين كياخذوا وانا ما كناخذش، علاش؟ اشنو السبب؟ اشنو درت؟ واش كندير شي حاجه اللي خايبه؟ واش كندير شي حاجه اللي كتمس بالبلاد ديالنا المحترمه؟ بالعكس كنحاول ما امكنني باش يضحكوا الناس، من ادخل السرور على امتي ادخله الله الجنه، مامن انا بالكلمه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، كنحاول نضحك الناس باش ما بس ما قدرت، سواء النقاز ولا نتحرك ولا كندير وكندير، وحتى الناس اللي كانوا معايا راه كلهم مشاو عند الله، لي بوري مشى عند الله، عمر مشى عند الله، يعني كنا كنضحكوا، كنا مصطفى الله يرحمه تاهو مشى عند الله، يعني كنا كنمشيو الهدف ديالنا هو نضحكوا الناس، يعني ماشي ندير واحد لا. ومره راه درنا عام ديال الطريق، درنا تقريبا المغرب كله ما دخلنا والو، داكشي اللي كيدخل كنخلص به الممثلين والمركوب عليا، الماكله لوطيل عليا، كلشي ما لحد الان. ايوا دابا وصلت لهاد السن هذا، ما تكونش عندي انا واحد الشهريه، ما عندي والو، ماشي عيب، ماشي حرام، ماشي حشومه، يعني ما فهمتش انا اشنو، علاش ما بغاش يعطوني باش نجيكم مع بعض، اشنو درت شي حاجه اللي هي خايبه؟ درت رساله للديوان الملكي، جا واحد السيد عيط ليا قال لي درتي لي رساله، قلت له ياس تلاقينا، يعني حكيت ليه علاش، لان ما عندي لا دعم لا والو، ما عندي حتى شي حاجه، قال لي صافي انا غادي نعمل داكشي اللي علاش جيت، خدا معلومات من عندي شنو السبب وعلاش، يعني ما والو ما كاين حتى شي حاجه. انا كنسجل معكم، والسيده ربيعه ادريس العلوي اتصلت بالجوجه ديالي، قالت راه سيدنا عطى امر باش ينقلوني للمستشفى اليوم ان شاء الله، دابا غادي نمشي. كنشكرها وكنشكر هاد السيده هادي اللي عملت المستحيل، والله يطول عمرها، والله عطاها كل ما كتمنى في حياتها. ربي ما عنديش النكات، انا كنهضر لك على الواقع. يلاه دابا جاتني واحد الحاجه اللي شدتني القفقافه، واحد السيد كيسالنا درهم تقيد بينا ماشي حرام، وحكموا علينا باش نعطيو نصدر، من غنجيب لي انا نصدر؟ انا ما عنديش. نشكر سيدنا الله ينصرو، يعني اي حاجه كنطلبها منه كيلبيها لي، الله يطول عمره، الله ينصرو، الله يحفظه، يعني الله يخليه لينا. سيدنا هو بالنسبه لي انا هو الاب ديالي، هو اللي كيقلب لي على الحاجه اللي عندي فيها المصلحه، الله يطول عمره، الله ينصره، الله يعطيه كل ما كيتمنى.